مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جديد من ايام دوري نايل والمنافسة تتواصل في كل مكان في الجدول في انتظار اداء الاهلي والزمالك للقاءاتهما المؤجلة. وقتها بالتأكيد هيتضح الوضع بشكل يعني كبير جدا، مين هيكون بينافس بيراميدز على قمة جدول الترتيب، واللي طبعا بشكل او باخر هيرتبط ارتباط وثيق بالمنافسة على مراكز الخطر والهبوط من النجاة من الهبوط عفوا، حتى ايضا في المنطقة الدافئة وسط الجدول بيشهد منافسة شديدة جدا مع محاولة العديد من الأندية للتواجد وحجز طبعا موقع آمن في وسط جدول الترتيب. والنهاردة عندنا يوم ساخن ويوم مهم جدا بيهم أهل القمة، وفي نفس التوقيت بيهم أهل القاع. عندنا اللقاءين بيقاما في نفس التوقيت في تمام 7 مساء. اللقاء الأول ما بين الزمالك وفاركو هيكون بيتلعب على استاد المخاولون العرب، وهيتم نقله عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس 2. اللقاء الثاني اللي أيضا هيقام في نفس التوقيت في تمام 7 مساء ما بين الداخلية والأهلي على استاد السلام، وهينقل عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس 1. وطبعا لو بتكلم على اللقاء اللي يخصنا هنا في هذه الجولة ما بين الزمالك وفاركو، الزمالك طبعا جاي في وضع يعني محبط بعض الشيء بعد الهزيمة من نادي المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، كانت هزيمة صادمة بعض الشيء. وجوزيه جوميز بالتأكيد هيسعى ان هو يعوض الشكل اللي كان عليه فرقته في الجولة الماضية. ايضا نادي فاركو لو بتكلم تحت قيادة مديره الفني كابتن احمد خطاب، تعادل في الجولة الماضية مع نادي زاد بهدفين لكل فرقة من الاثنين، والدوافع والحوافز مختلفة عند كلا الفرقتين، لكن الطموح واحد وهو الحصول على 3 نقاط. تعالوا نستعرض مع بعض طبعا جدول ترتيب دوري نايل في هذا التوقيت. طبعا بعد ما عدى العديد من الجولات، ما اقدرش اقول عدى كام جوله لان طبعا الوضع مختلف وفي بعض الفرق ما زال لديها عدد كبير من اللقاءات المؤجله. لو بتكلم في البدايه نادي بيراميدز طبعا في قمه جدول الترتيب، في الترتيب الاول لعب 24 لقاء ولديه 59 نقطه، ياتي من بعده المصري بورسعيدي اللي بيقدم اداء طيب جدا وياتي في الترتيب الثاني ب 42 نقطه، الاهلي في الترتيب الثالث لديه 39 نقطه، ولكن الاهلي لعب 17 لقاء فقط لديه عدد كبير من اللقاءات المؤجله، زد اف سي في الترتيب الرابع لديه 38 نقطه، وايضا مودرن فيوتشر 38 نقطه في الترتيب الخامس، ونفس الرصيد من النقاط نادي سموحه في الترتيب السادس، ولكن اللي بيفصل ما بينهم طبعا فارق الاهداف. وفي الترتيب السابع MP ب 37 نقطة، الاتحاد 36 نقطة، سيراميكا كيلوباترا في الترتيب التاسع ب 34 نقطة، طلائع الجيش في الترتيب العاشر ب 33 نقطة، والزمالك لديه من النقاط 31 نقطة ولكنه لعب حتى الآن 19 لقاء فقط لديه عدد كبير أيضا من اللقاءات المؤجلة، الجونة في الترتيب ال 12 من 26 لقاء جمع 31 نقطة، الإسماعيلي في الترتيب ال 13 لديه 28 نقطة، البنك الأهلي في الترتيب ال 14 لديه 24 نقطة من 26 لقاء، فاركو طرف طبعا لقاء اليوم أمام نادي الزمالك في الترتيب ال 15 من 25 مواجهة جمع 22 نقطة، وبلدية المحلة هنا بقى نخش على مراكز الخطر ومراكز طبعا اللي الكل بيسعى إلى الهروب منها، الترتيب ال 16 بلدية المحلة ب 22 نقطة، يلي المقاولين العرب ب 17 نقطة ب 17 في الترتيب ال 17 عفوا جمع 19 نقطة من 24 مواجهة، يلي في طبعا في قاع جدول الترتيب نادي الداخلية ب 15 نقطة من 25 مواجهة. ولو طبعا يعني يتضح الفارق في جدول الترتيب، الفوارق ما بين أندية وسط الجدول ضئيلة جدا، لو بنتكلم من الترتيب الثالث يمكن حتى ال 11 أو ال 12 هتلاقي إن الفارق في النقاط حوالي 11 نقطة، ده يبين لك قد إيه إن الجاب ما بقاش كبير قوي ما بين عدد كبير من الأندية. لكن لو استثنينا طبعا الثلاثة الكبار الأهلي الزمالك بيراميدز بعد بقى أداء الأهلي والزمالك للقاءات المؤجلة هيتضح ويبان الشكل بشكل كبير جدا. كمان النهارده عندنا زي ما بقول لكم المواجهة اللي بتجمع ما بين الزمالك وفاركو، ولو نستعرض مع بعض أهم الإحصائيات الخاصة بنادي الزمالك في الموسم الحالي، الزمالك في الموسم الحالي في دوري نايل في الترتيب ال 11 جمع 31 نقطة من 19 لقاء، فاز في 9 مواجهات، تعادل في 4،
وهزم في 6 لقاءات، طبعا عدد كبير من الهزائم لنادي الزمالك هذا الموسم. له من الأهداف 29 هدف وسجل في شباكه 19 هدف، وأعتقد ده رقم يعني قد يبدو إن هو ضخم بعض الشيء. على الجانب الآخر طبعا الضيف في لقاء اليوم نادي فاركو بيتواجد في الترتيب ال 15 لديه من النقاط 22 نقطة جمعها من خلال 25 مواجهة خاضها نادي فاركو، فاز في 4 لقاءات، تعادل في 10 مواجهات وهزم في 11 مواجهة، له من الأهداف 25 هدف وعليه 36 هدف، وأعتقد طبعا رقم ضخم جدا اللي تلقته شباك نادي فاركو. نادي فاركو طبعا واحد من الأندية يعني تعتبر وافدة جديدة على الدوري الممتاز، ولكن المفاجأة أن كل مواجهاته مع نادي الزمالك فيها يعني نوع من أنواع التكافؤ والندية الشديدة. 6 لقاءات لعبهم الزمالك أمام فاركو، فاز الزمالك في لقاءين وفاز فاركو أيضا في لقاءين وتعادل في لقاءين، من هنا اتضح حالة التساوي والندية الشديدة ما بين كلا الناديين. ال4 لقاءات يعني كانوا في دوري نايل، ولقاء وحيد في بطولة كأس مصر، ولقاء وحيد في كأس الرابطة. لو نستعرض مع بعض بقى أرقام جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي يعني خلال قيادته لنادي الزمالك في دوري نايل، جوزيه جوميز خاض 11 لقاء، فاز في 6 لقاءات، تعادل في لقاءين وهزم في 3 لقاءات. أحمد خطاب مع نادي فاركو في دوري نايل قادهم في 15 مباراة، فاز في 3، تعادل في 8 لقاءات وهزم في 4 لقاءات. بكل التأكيد واحد من أهم لاعبي نادي الزمالك هو أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو الأكثر مساهمة مع نادي الزمالك في الموسم الحالي، 8 مساهمات، لعب 17 لقاء منهم لقاء واحد فقط كبديل، سجل 7 أهداف، صنع هدف واحد فقط، وصنع 30 فرصة لزملائه لاعبي نادي الزمالك. نادي فاركو في آخر 4 لقاءات في دوري نايل تمكن من أن هو يعني تعادل أمام نادي المقاولون العرب بهدف لكل فرقة من الاثنين، تعادل تعادل إيجابي أيضا أمام نادي سموحة 1-1، هزم أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل في الجولة الماضية مع نادي زد أف سي بهدفين لكل فرقة من الاثنين، ولم يتمكن من أن هو يحافظ على شباكه نظيفة خلال كل هذه اللقاءات، استقبلت شباكه 6 أهداف. عدد كبير جدا من الغيابات بيضرب قائمة نادي الزمالك في لقاء اليوم، يغيب عن الزمالك 14 لاعبا، وكان آخر المنضمين لقائمة الغيابات هم أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، وإبراهيم نداي لطبعا تراكم البطاقات الصفراء، محمد عواد نتيجة طبعا الاشتباك اللي احنا شفناه خلال الجولة الماضية مع حسام عبد المجيد، وبالتالي تم إيقافه من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك، والثلاثي أحمد فتوح، سيف الدين الجزيري، وأحمد حمدي نتيجة الإصابات. تعالوا نشوف مع بعض الأرقام يعني الخاصة بالفرقتين المهمة جدا. الزمالك هو أكتر فرقة تسديدا في القائمين والعارضة في الموسم الحالي ب 12 مرة خلال هذا الموسم. فاركو تاني أقل فرقة تحقيقا للفوز في الموسم الحالي ب4 مكاسب فقط. الزمالك هو تالت أقوى خط دفاع بعد استقباله 19 هدفا، وذلك خلف بيراميدز 14 هدف والنادي الأهلي ب 17 هدف تلقتهم شباك النادي الأهلي.
مواجهة بكل التأكيد هتشهد ندية، هتشهد تكافؤ ما بين الزمالك وفاركو، زي ما بين خلال المواجهات الماضية. المواجهات كانت كلها محتدمة بشكل واضح جدا، الزمالك فاز في لقائين، فاركو في لقائين، وتعادل في لقائين. والوضع اللي عليه الزمالك في الوقت الحالي كم كبير من الغيابات بتضرب قائمة نادي الزمالك. فاركو لديه طموح ان هو يبتعد طبعا عن قاع جدول الترتيب، يتواجد في الترتيب ال15، وبالتالي الدوافع قوية جدا عند كلا الفرقتين.